لأول مرة بعد الزلزال دخول قافلة مساعدات أممية إلى الشمال السوري عبر مناطق سلطة الأسد، ومنسقو الاستجابة تدعو المجتمع الدولي لإيجاد حلول قبل انتهاء مدة التمديد. صدام أمريكي روسي محتمل في سوريا، وطهران تزيد تنسيقها مع موسكو. دمشق تتصدر الدول غير قابلة للعيش في العالم للمرة العاشرة على التوالي. نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين. دخلت قافلة مساعدات أممية إلى ريف إدلب عبر معبر ترمبة قرب سراقب، قادمة من مناطق سيطرة سلطة الأسد. ضمت القافلة مواد غذائية وإغاثية، وهي أول قافلة تدخل عبر خطوط التماس بعد وقوع الزلزال في شباط الماضي. مراسلنا عامر عاصي والتفاصيل. دخول جديد لقوافل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2672. هذه القافلة التي تدخل الآن مكونة من 10 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية قادمة من مناطق سيطرة سلطة الأسد عبر معبر سراقب شرق إدلب. تعتبر هذه القافلة الأولى منذ تطبيق القرار الأممي 2672 وال11 منذ إقرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس شمال غربي سوريا. نحن الآن على الطريق الدولي الواصل ما بين مدينة إدلب وسرمدة. هذه القافلة من المقرر أن تصل إلى معبر باب الهواء الحدودي لإفراغ حمولاتها في المعبر أو في المناطق المجاورة له. من المقرر أن توزع هذه المساعدات على المدنيين في إدلب وعلى النازحين والمقيمين في المخيمات على وجه الخصوص وتحديدا. لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد فادي الديري، العضو المؤسس والمدير القطري لمنظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية، معنا من المملكة المتحدة. مرحبا بك سيد فادي، وبداية ما سبب إدخال القافلة الآن عبر مناطق سلطة الأسد وفي هذا التوقيت بالذات قبل أسبوعين تقريبا من اجتماع مجلس الأمن بشأن موضوع تمديد آلية المساعدات؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. يعني حقيقة موضوع مهم. اليوم نحن مثل ما تحدث التقرير أول قافلة بتدخل من بعد الزلزال. حتى إذا بدنا نحكي عن موضوع الزلزال، نحن لما دخلت كان في يعني استجداء كثير أو يعني نداءات كثيرة. نعم. لإدخال القافلة. طبعا نحن مثل ما تفضلتوا إنه في تصويت حيكون قريبا، يعني غالبا الأسبوع الجاي ممكن يكون في تصويت على قرار تجديد الأمم المتحدة المساعدات عبر حدود. نعم. وهي اللعبة اللي دوما بيلعبها النظام، إنه بيورجي لا والله نحن عم ندخل مساعدات وتفضلوا هاي دخلت. هلا نحن لمصلحتنا إنه هو ما يدخل، إذا بدنا نحكي كموضوع كعاملين إنسانيين، لأنه هو بيدعم طلباتنا لتجديد قرار، بيدعم السبب اللي هو إنه النظام عم بيمنع مساعدات. طبعا لما عم نحكي نحن مساعدات، نحن عم نحكي على سواء كان سلة غذائية أو أي شيء ثاني، هو ليست خدمات. ومش هذا اللي نحن طالبينه، نحن نطلب خدمات إنسانية، وهالخدمات ما بيتم تطبيقها غير من غازي عنتاب. نعم. عبر الحدود. نعم سيد فادي، أنت أثرت النقطة مهمة وهي دخول هذه المساعدات هذه المرة عن طريق المعبر الذي يفصل بين المناطق المحررة ومناطق سلطة الأسد. لأول مرة بعد الزلزال يحدث هذا، برأيك ما مخاطر دخول المساعدات من مناطق سيطرة سلطة الأسد إلى الشمال السوري؟ لا حاليا ما في مخاطر، لانه لما بتحكي انت على 700 شاحنه او قافله بتدخل عبر الحدود. نعم. مناطق عبر خطوط التماس ما في مجال، عفوا عم نحكي 700 قافله في الشهر عم تدخل من تركيا عبر الحدود. مناطق النظام ما في امكانيه يدخلوا هالعدد هذا كله، سواء كان ولو نصه يدخلوا هالامكان، ما في الامكانيه. نعم. وبالتالي ما في اي مخاطر. ولكن نحن إذا كان في إدخال، يعني كمان الآلية الثانية هو النظام يعني عم بيساعدنا في الأمر إنه بيمنع المساعدات، فهذا هو بصراحة لصالحنا. إدخال قافلة خلال 6 أشهر فهو لا يعني شيء، أو 5 أشهر
فهو ما في منه أي خوف إن شاء الله. نعم، وبالتالي يعني سيد فادي هي المرة الأولى بعد الزلزال كما تفضلت. برأيك هل سيكون هناك خلال الفترة القادمة وربما حتى قبل اجتماع مجلس الأمن القادم، هل تتوقع بأن يتم إدخال مساعدات جديدة غير هذه التي وصلت لي؟ التفاوض عم بيكون بين روسيا والدول الثلاثة الدائمة الأعضاء الدائمين اللي هم فرنسا وبريطانيا وأمريكا، أنه أخي نحن مندخل لك عبر خطوط التماس كم شاحنة في المقابل أن توافقنا عليها. ما أتصور، ممكن يكون في قافلة أخرى ولكن مش أكثر نعم. من قافلة ثانية، يعني غالبا 6 7 شاحنات فقط ليرضوا روسيا في هالمجالات. الصين عم تمتنع عن الحديث عن أي قرار سياسي أو عن قرار عبر الحدود، فغالبا يكون في امتناع للصين عن التصويت، وغالبا ما في فيتو من روسيا، شكرا بس إن شاء الله ما في جزيلا أي لك. مشكلة. شكرا جزيلا لك السيد فادي الديري، العضو المؤسس والمدير القطري لمنظمة يدا بيد للإغاثة والتنمية، كنت معنا من المملكة المتحدة، شكرا جزيلا لك. ومن جانبه أصدر فريق منسقو استجابة سوريا بيانا عبروا فيه عن استيائهم من تأخر وقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة بعد دخول قافلة مساعدات واحدة عبر معبر سراقب. وأشار البيان إلى أنه منذ قرار مجلس الأمن بتمديد إدخال المساعدات لم تعبر سوى قافلة واحدة عبر خطوط التماس من مناطق سلطة الأسد عبر معبر سراقب، وشدد الفريق على ضرورة وجود حلول جدية تضمن وصول المساعدات الإنسانية قبل انتهاء مدة التمديد في غضون أسبوعين، مطالبين المجتمع الدولي بالعمل بشكل جدي لتلبية احتياجات السكان المتضررين في المنطقة. وفي مدينة إعزاز تعرض فريق مراسلي حلب اليوم لاعتداء بالضرب من قبل الحرس في مركز بي تي تي في المدينة خلال محاولتهم تغطية الازدحام الشديد للمواطنين أمام المركز. وقال مراسلنا في إعزاز أن فريق حلب اليوم تفاجأ بمنعه من قبل الشرطة من تغطية الازدحام عند المركز بدعوى عدم وجود تصريح للتصوير في المنطقة. وأضاف مراسلنا أنه بعد توجههم إلى داخل المركز للحديث مع الضابط المسؤول أقدم أحد عناصر الشرطة على محاولة نزع الكاميرا منه واعتدى بالضرب عليه وعلى زميله. وبعد الحادثة توجه مجموعة من الإعلاميين إلى ساحة أمام المركز ونظموا وقفة تضامنية مع فريق مراسلي حلب اليوم وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء. حذر كل من القائد الأعلى للقوة الجوية المركزية الأمريكية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، حذرا من حدوث صدام محتمل في سوريا، فيما أشارت واشنطن لتنسيق إيراني مع موسكو يهدد أمن إسرائيل ومصالح واشنطن في سوريا. التقرير والتفاصيل. يتجه الصراع الروسي الأمريكي في سوريا نحو صدام محتمل. القوات الروسية تستفز بشكل ممنهج القوات الأمريكية، هذا ما قاله القائد الأعلى للقوات الجوية في القيادة المركزية للجيش الأمريكي أليكسيس جيرينكويتش، مشيرا إلى أنها إحدى انعكاسات الحرب الأوكرانية. جينكويتش أشار لدور إيراني متصاعد أيضا بالتنسيق مع روسيا، وهي شراكة تقلق الولايات المتحدة وتهدد أمن إسرائيل، لا سيما أن طهران هاجمت مؤخرا قواعد واشنطن بطائرات مسيرة أطلقتها ميليشياتها في المنطقة، بينما تستمر تخوفات تل أبيب من نقل إيران لصواريخ متطورة عبر سوريا. معهد ألما الإسرائيلي للأبحاث قال إن هناك تعاونا إيرانيا روسيا يجري في قاعدة حميميم العسكرية. المعهد كشف عن هبوط طائرة شحن من طراز بوينغ 747 تابعة لشركة إيرانية للطيران 6 مرات في مطار حميميم جنوب اللاذقية خلال الأسابيع 3 الماضية، مشيرا إلى ارتباط ذلك بالحرب في أوكرانيا. وفي خطوة أمريكية لدعم قواتها في المنطقة، أرسلت واشنطن مؤخرا مقاتلات F-22، وهي الطائرات الأكثر تقدما في العالم، أمر يبدي جدية واشنطن في وضع حد لممارسات روسيا وإيران تجاهها فيما يبدو.
من جانبها تشير موسكو إلى تعزيز واشنطن لوجودها العسكري في شمال شرق سوريا وفي قاعدة التنف بحسب تصريحات مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف الذي اتهم القوات الأمريكية بالتعامل مع قوات وصفها بالإرهابية بشكل قد يذهب بالمنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة. تصريحات روسية وأمريكية وممارسات إيرانية تبدي تحركا في منطقة طال ركودها، تحرك قد يفضي إلى مواجهة أو تصعيد ليس للسوريين فيها ربما نصيب أو يد أو أهداف أو مصالح. نظم فريق تطوعي من رأس العين شمالي الحسكة ندوة حوارية بين مختلف طبقات المجتمع ومكوناته الثقافية والدينية لبحث السبل تبديد المخاوف ونبذ الخلافات وتعزيز العيش المشترك. المزيد في التقرير التالي. في ظل الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المتدنية التي تشهدها معظم المناطق في سوريا، تبرز الحاجة لتعزيز القيم المثلى في التعايش والتسامح ونبذ الخلافات، لا سيما في المناطق المتنوعة عرقيا ودينيا وثقافيا. مدينة رأس العين شمالي الحسكة المشهورة بتنوعها احتضنت ندوة حوارية لتقريب المسافات بين مكونات المجتمع. اللقاء الإنساني واللقاء الأخوي بين المكونات أو بين الطوائف أو بين العرقيات تجمع الفكر الإنساني لحل المشاكل. يجب أن نعود للفكر الإداري الإنساني لكي نخلص من هذه الأمور. نظم الندوة الحوارية فريق تطوعي ناشئ، وهذه الندوة الأولى التي عقدت في كنيسة مريم المجدلية، على أن يكون هناك ندوات لاحقة متشابهة. حضر الندوة معظم مكونات المدينة وعدد من القيادات المدنية والسياسية. شعب رأس العين شعب متفهم متقبل، فإذا نحن واجهنا هذا الشعب وجها لوجه عن طريق الندوات والمحاضرات والندوات، فراح يتقبلوا هذا الشيء وراح يكون أسرع طريقة لنا لنوصل لأسرع حل لحل هذه الأزمات الطائفية ونوحد هاي الأفكار. على الطبقة المثقفة أن تقوم على توعية الناس وتوعية المجتمعات إلى الرقي، إلى العمل الحضاري، إلى العمل الثقافي، ونكون نخرج بإيجابية جيدة. ربما تسهم الحوارات واللقاءات بين مكونات متعددة الثقافات في الحد من الخلافات التي قد تنشب في المدينة الواحدة، وربما تمنع حدوث أي صدامات قد تفكك شرائح المجتمع. مدينة رأس العين غنية بتنوعها الديني والثقافي والمذهبي، ويعيشون في المدينة منذ مئات السنين، ويحاول المؤسسات والأهالي تعزيز هذا التنوع الفريد بما ينعكس على تطور المجتمع ورخائه. مهند بكور، حلب اليوم، مدينة رأس العين. أعزائنا المشاهدين، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جفاف الآبار ونقص المياه تهدد حياة آلاف في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والمجلس المحلي والأهالي يناشدون الدول والمنظمات لتدارك الخطر. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. قالت صحيفة الإيكونوميست البريطانية إن دمشق للمرة العاشرة تقبع في مؤخرة ترتيب المدن القابلة للعيش، حيث أصبحت وفق الصحيفة أسوأ مدينة للعيش للمرة العاشرة، بينما عزى اقتصاديون الأمر إلى الاتفاقات بين سلطة الأسد من جهة وروسيا وإيران من جهة أخرى، ما جعل المواطن السوري يعيش حياة اقتصادية وخدمية بائسة للغاية. المزيد في التقرير التالي. استثمارات إيرانية وروسية تهيمن على معظم المجالات في مناطق سيطرة سلطة الأسد. قطاع الاتصالات والسياحة والخدمات الداخلية استحوذت عليها إيران بنسبة كبيرة، بينما تسيطر روسيا على مجال الثروات الباطنية كالفوسفات والغاز، إضافة إلى التحكم بالموانئ السورية على البحر المتوسط، مثلا استئجارها من أطرطوس لمدة 49 عاما. هذه الاستثمارات والاتفاقات التي دارت حولها عادت على المواطنين القاطنين في مناطق سلطة الأسد بالسوء،
حيث حولتها إلى مدن غير صالحة للعيش وفق وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة إيكونوميست البريطانية. الصحيفة قالت إن العاصمة السورية دمشق تقبع في أسفل الجدول كأقل المدن ملائمة للعيش في المؤشر لأكثر من عقد من الزمان، في حين كانت المدينة قبل الأخيرة العاصمة الليبية طرابلس. الخبير الاقتصادي الموالي جورج خزام اعتبر أن ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية رغم ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي يعني المزيد من تراجع القوة الشرائية لليرة السورية وللرواتب الضعيفة، ووصفه بأنه أسوأ أنواع التضخم وفق موقع بلد نيوز. صحيفة تشرين الموالية نشرت تحقيقا بعنوان سوق مدخمة بالشقق الفارغة. ارتفاع تكاليف الإنشاء يدخل العقار في دوامة ركود غير مسبوقة، متحدثة عن عدم توازن وضياع الاستقرار بسوق العقارات بمناطق سيطرة الأسد، فيما قالت شبكة شام إن أجار المنازل تسجل أرقاما فلكية وسط جمود في سوق العقارات بدمشق، حيث يتراوح إيجار البيت في المناطق العشوائية بين 300 ألف و 500 ألف ليرة شهريا، وفي المناطق المنظمة بين 800 ألف ومليون و 200 ألف ليرة، وذلك حسب موقعه والخدمات الموجودة فيه. وتشهد مناطق سيطرة الأسد ظروفاً اقتصادية صعبة في ظل انخفاض سعر الليرة وإجراءات تقشف وتقنين اقتصادي كبير يقابله عجز اقتصادي ومعاشات دون المستوى تدفع القاطنين هناك إلى الهروب من واقع يبدو أنه لن يصبح أفضل في المستقبل المنظور. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة. مرحبا بك دكتور، وبداية إذا دمشق هي المدينة الأسوأ للعيش وفق هذا التصنيف، على ماذا يدل هذا التصنيف الذي أجرته صحيفة الإيكونوميست برأيك؟ أسعد الله مساءكم مساء الأخوة المشاهدين. طبعا هذا شيء طبيعي، يعني كل سنة بالثورة كانت سوريا تخسر 8 سنوات من بكافة المؤشرات المالية والاقتصادية، وتتراجع 8 سنوات من بهذه المؤشرات. يعني نحكي بشكل مختصر بيوضح بشكل كامل الوضع. نعم. حسب مؤشر قاسيون اللي للنظام، يعني تحتاج عائلة مكونة من 5 أسر إذا بدها تعيش بشكل مقبول 2,500,000 ليرة شهريا، يعني تعادل 280 دولار. بينما حد الكفاف عادل حوالي 170 دولار، بينما المتوسط الراتب 15 دولار، يعني يعادل 10% تقريبا من حاجة الأسرة يغطي 10%، يعني 3 أيام بالشهر والباقي بده يعتمد على أشياء أخرى المواطن. بال 2022 كان التضخم أو ارتفاع تكاليف هذه السلة الغذائية أو متوسط حاجة الأسرة 98%. الناتج المحلي انخفض بال 2022، حسب البنك الدولي بال 2023 راح ينخفض كمان. طبعا هذا السبب كمان من الأسباب أنه بدأ النظام يرفع الدعم عن المواد لبعض العائلات، يعني رفع الدعم عن عائلات انه والله واحد مهندس او واحد صيدلاني او واحد ما عاد يبيعوا خبز مدعوم، ما عاد يبيعوا بنزين مدعوم، فرفع الدعم عن اكثر من 600,000 عائله. وفي ظل كل هذا اذا دكتور برايك هل تمتلك حكومه سلطه الاسد حلولا للمشكلات الاقتصاديه والاجتماعيه التي تعاني منها؟ ما في عنده ادوات اقتصاديه، ما عنده، بظل عجز الموازنه السنة حوالي 30% من الموازنة في عجز، حوالي 4.5 تريليون ليرة، هي الأضخم بالليرة السورية ولا هند، كأنها الأدنى بالأسعار الحقيقية، يعني مقارنة مع 2010 لا تعادل 20% من موازنة 2010، ومع ذلك في عجز. النظام بدأ بالاستدانة بالشهر الأول 2013، كان عنده بداية الثورة في احتياطي من القطع الأجنبي حوالي 22 مليار دولار، 2013 انخفض فبدأ بالاستدانة لأنه انخفض لحوالي 500 مليون أو 600 مليون دولار، فبدأ بالاستدانة وتدين
13 مليار دولار من روسيا وإيران وفنزويلا أعتقد وقتها والصين. شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الحكيم المصري وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، شكرا جزيلا لك. شهد الطلب على شراء الأضاحي في سوريا مقارنة بالأعوام الماضية انخفاضا بنسبة تقارب 75% بعد وصول سعر الأضحية إلى ما يقارب 3 ملايين ليرة سورية، وفقا لما تحدث عنه رئيس جمعية لحامي دمشق محمد يحيى الخن إذاعة ميلودي اف ام المقربة من سلطة الأسد. وواصلت أسعار الحلويات والملابس في مختلف مناطق سلطة الأسد ارتفاعا كبيرا قبيل قدوم عيد الأضحى، في حين وصل سعر الكيلو من بعض الأنواع إلى 250,000 ليرة سورية، وتزايدت تكاليف الملابس أيضا، حيث يواجه المواطنون صعوبة في تأمين ملابس العيد لأطفالهم بسبب ارتفاع الأسعار، لتصل تكلفة لباس الأطفال إلى نحو 500,000 ليرة سورية. وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى تدهور سعر الصرف، حيث يركز المواطنون على تأمين احتياجاتهم الأساسية. يحقق الطلاب السوريون بدول اللجوء في كل عام مراتب متقدمة مقارنة بأقرانهم، حيث أحرز الطالب السوري خالد سعد الدين سبيتاني المرتبة الأولى بكلية نظم الطاقة في جامعة كرمان أوغلو بولاية كرمان التركية، ونال الطالب السوري مهند الحمود المرتبة الثانية في كلية نظم الطاقة بجامعة كرمان أوغلو، في حين حصد الطالب السوري محمد حازم المرتبة الثالثة في ذات الكلية بجامعة كرمان أوغلو في ولاية كرمان التركية. وفي الأردن نال الطالب السوري أحمد حسين الحسين المرتبة الأولى على قسم الهندسة المدنية بجامعة عمان الأهلية، حيث يحمل أحمد الحسين شهادة البكالوريوس في الرياضيات من سوريا. يهدد العطش حياة مئات آلاف المدنيين في مدينة الباب شرق حلب في ظل جفاف آبار المدينة واستمرار سلطة الأسد بقطع المياه عنها منذ 6 سنوات. التقرير التالي والتفاصيل. انحسار مياه الشرب في مدينة الباب شرق حلب بات خطرا يستشعر تهديده أكثر من 300,000 شخص يقطنون المدينة بعد خروج 5 آبار عن الخدمة من أصل 13 كانت تغذي المنطقة، ما تسبب بنقص في الموارد المائية الصالحة للشرب، نقص ينذر بكارثة تحاصر المدنيين وتجعل حياتهم في تهديد. نتخيل أنه إحنا عائلة كاملة بتجينا المي لمدة ساعتين بالأسبوع كاملا، فبالتالي يعني عم نضطر نشتري مياه من خارج المياه اللي عم تتوزع، وبالتالي بكون عنا نفقات تانية إضافية بالنسبة لموضوع التنقية، بالنسبة لموضوع المياه الخاصة بالشرب عم نضطر نجيبها مياه خارجية بمبالغ إضافية. سلطة الأسد هي المسبب الرئيسي لهذه الجريمة، وذلك عبر قطعها المياه من المحطة الرئيسية في قرية عين البيضاء الخاضعة لسيطرتها، ما تسبب بوقف شريان المياه الرئيسي إلى المدينة وريفها منذ 6 سنوات، حرمان دفع الأهالي إلى حفر الآبار كبديل مؤقت، لكن طول المدة الزمنية وتزايد الضغط السكاني استنزفت مخزون الآبار، ما تسبب بقلة المياه وغلائها. عم نشتري العشرة من المجلس ب50 ليرة، عم نبيعها بالنهار ب100 ب110 بالنهار، الزبون عم يدق بالليل تحت ال 120 ليره ما توفي، يعني رسماله من برا ب 60 ليره تركي. المجلس المحلي للمدينه دق ناقوس الخطر ووجه مناشدات عاجله الى الدول والمنظمات لتدارك الكارثه، اما بالضغط على سلطه الاسد لاعاده ضخ المياه او بتنفيذ مشاريع لاستجرار المياه من نهر الفرات في جرابلس. كمجلس محلي ضمن إمكانيات ضعيفة ليس لديها الإمكانيات لكلفة استجرار المياه من نهر الفرات إلى مدينة الباب، لذلك تم إجراء دراسة بكلفة تقريبية 40 مليون دولار وتم العرض المشروع لعدة منظمات إنسانية وإغاثية، إلا أنه للأسف لم نتمكن من الحصول على أي نتائج إيجابية. لم يكتفي قاطنو المدينة بالمناشدات الإعلامية، بل خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات غاضبة تطالب بإغاثة المدينة التي أصابها الظمأ،
آملين بحلول جذرية تروي الناس ماء بعد عطش، لا بيانات وإدانات. 6 سنوات مضت على أزمة المياه، أطلق سكان المدينة من خلالها عشرات الحملات الإعلامية، وخرجوا بالعديد من المظاهرات للمطالبة بحلول تنهي معاناة الآلاف هنا، ولكن جميع هذه المناشدات لم تلقى آذانا صاغية حتى الآن. محمد السباعي، حلب اليوم، مدينة الباب، ريف حلب. بدأت مؤسسة المياه في مدينة عزاز شمال حلب بضخ المياه إلى منازل الأهالي عبر خطوط الشبكة الرئيسية، وذلك بعد توقف استمر لـ9 أشهر. نتابع. بعد توقف لأكثر من 9 أشهر، بدأت مؤسسة المياه في مدينة عزاز شمال حلب بضخ المياه إلى المنازل عبر خطوط الشبكة. ضخ المياه الذي وصفته المؤسسة بالتجريبي خلال المرحلة الأولى جاء بعد انخفاض كبير في منسوب المياه الجوفية وجفاف العديد من الآبار الخاصة والتي كان يعتمد عليها الأهالي كمصدر وحيد للمياه خلال الأشهر الماضية. الضخ هو عبارة عن ضخ تجريبي، الهدف منه أكثر من هدف. الهدف الأول حصر أعطاء للشبكة، الهدف الثاني حساب الكمية اللازمة لضخ المياه للمدينة، الهدف الثالث حساب الكلفة، كلفة التشغيلية، وبالتالي إذا حسبنا الكلفة التشغيلية لضخ المياه راح نحسب مقدار الجباية الشهرية اللي راح ترتب على كل مشترك. لتحقيق استقرارية عمليات الضخ سيتخلل المرحلة الثانية تركيب عدادات للمشتركين، ما سيضمن عدالة في الجباية ويحد من الهدر ويقلص من التكلفة التشغيلية. وصول المياه إلى المنازل عبر الشبكة سيخفف على الأهالي أعباء استجرار المياه عبر الصهاريج والتي أرهقت العائلات بتكاليفها الباهظة. اليوم لما أجت مي الشركة خففت أزمة كتير كتير. أولا ما ضل علينا نحن ضغط، ثانيا الجباب ما بضل عليها ضغط، في إفادة للبلد، في إفادة للمياه الجوفية، خف الضغط عن الآبار. ونحن بلدنا هم فقيرة بالمي، ما عندنا إمدادات، ما عندنا بحر، ما عندنا نهر، نحن بلد فقيرة، مدينة أعداد كتير فقيرة بالمي. الناس بحاجة، ما عندها حق صهاريج مي، الناس بحاجة للمي، انقطاع المي عن البلد مشكلة والدنيا صيف. يعني الناس ما عندها حق صهاريج المي، والله العيلة استهلاكها يعني أقل شيء أقل شيء بدها صهاريج، صهاريج ونص بس بالأسبوع. الصهاريج حقه 150 ليرة. لضمان تخديم معظم أحياء المدينة يقوم عمال الصيانة في مؤسسة المياه بتقييم دوري لخطوط الشبكة وإصلاح للأعطال، لتبقى المرحلة الثالثة هي الأصعب وتتمثل بربط الأحياء الجديدة بخطوط الشبكة وتخديم المخيمات المحيطة بالمدينة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة المساء لهذا اليوم. مزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب.tv.net. شكرا لكم للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.